السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر ممتك، وفي حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الإضاءة. أسئلة كتير جدا جات لي بداية من أول ما أنا بدأت أظهر في القناة. أول حاجة جات لي على طول، إيه هي الإضاءة اللي أنت بتستخدمها؟ أنت إزاي بتظهر في القناة بالشكل ده أو بالجودة دي؟ ملحوظة، الجودة اللي أنا فيها دي طبعا مش أفضل جودة تطلع من الموبايل اللي أنا بصور بيه. لا، الموبايل اللي أنا بصور بيه ده جودته كويسة جدا، ولكن المشكلة إن أنا ورايا خلفية، الخلفية اللي ورايا دي هي كروما. الكروما بتخلي فيه نويز، لو انت اكيد دلوقتي شايف نويز هنا وشايف نويز هنا، نويز معناها ان هو هتلاقي فيه نويز، لا نويز. المهم الحاجات دي هي اللي انت شايفها طبعا، دي تعتبر بتخلي شكل الخلفية سيء شوية. ده بسبب ايه؟ بسبب ان الموبايل دلوقتي عامل فوكس على وشي، عامل تركيز على وشي. لما بيعمل تركيز على وشي بيسيب اللي ورا، بيكون المفروض يكون بلور، تمام، اللي هو يكون بيتم التشويش عليه يعني بعض الشيء، تمام. لكن حاليا بما ان دي خلفية خضراء فصعب ان يكون في بلر، تمام، يا اما انا اكون قريب فساعتها يكون في بلر، فالموضوع بيبقى صعب شوية لما تكون عندك كروما، تمام. عشان كده هتلاقي الدنيا فيه تشويش شوية، لكن المشكلة مش من الكاميرا، المشكلة مش من الإضاءة بتاعتي خالص، يعني المشكلة كلها في الكروما. طيب لو في خلفية مثلا ورايا، لو خلفية كبيرة يعني ورايا، اللي هو مثلا منظر طبيعي ورايا، او انا واقف في حتة فيها منظر طبيعي، مش هتلاقي موضوع التشويش ده نهائيا على الخلفية، تمام. دي بس يعني ملحوظة كده حابب اقولها في الاول، عشان الناس برضو كلمتني عن النويز اللي موجودة في الخلفية عندي دي، يعني طبعا مشكلة بس بسبب الخلفية الكروما اللي انا مركبها. طيب تمام، ايه هي الخلفية اللي عندي؟ انا عندي بس اضاءتين او 3 اضاءات، ده يعني كل اللي عندي، اضاءتين السوفت بوكس اللي انا عملتهم، واضاءة لمبة بعيدة هنا، يعني تعتبر ان هي ما بتعملش حاجة خالص، لو انا قفلتها دلوقتي مش هتحس بفرق كبير قوي، تمام. الفرق كله هو عن السوفت بوكس اللي انا عامله، تمام. النهاردة في الحلقة دي هتبقى اوريجينال شوية، ويعني الموضوع مش هقولك ازاي تعمل السوفت بوكس، انا هقولك ايه المهم عندك عشان تقدر تفكر صح انك تعمل اضاءة صح، تمام. انت مش مهم عندك غير حاجتين بس عشان تعمل اضاءة صح، مهم عندك حاجتين بس، تمام، وهما دول. طيب كل الناس دلوقتي بتسأل ايه ده وايه ده؟ اولا ده ورق زبدة، ده ورق بيخلي الاضاءة بتاعتك مهما كانت قوتها ومهما كانت شدتها بتبقى سوفت جدا. سوفت جدا يعني ايه؟ يعني لو بصيت لها كده بعينك مش هتحس بحاجة، تمام، لو بصيت لها بعينك مش هتحس بحاجة. ده ايه؟ ده اللي بيعكس الإضاءة. لو أنت فكرت كده وجيت تشتري إضاءة من على النت أو تشتري سوفت بوكس، هتلاقي إن الحاجات دي بس، اللي هي الحاجات العاكسة للإضاءة دي بس لوحدها، بتتباع ب 100 جنيه أو 150 جنيه، وبسهولة جدا ده ممكن تشتري حاجة زي كده 10 متر من الحاجة دي، وبرضه بتأدي نفس الغرض وبتعكس الإضاءة. طبعا التانية اللي هي سوفت بوكس اللي بيبقى جاهز بتبقى حاجة أفضل بكتير طبعا، ولكن لما تكون حاجة زي كده وعلى قد ايدك وتقدر انك تعملها وتقدر انك تشتريها، فالموضوع بيبقى بسيط جدا، وانت اديك شايف الاضاءة ممتازة ممتازة، حتى عدت توقعاتي وعدت كل التوقعات اللي انا قلت مثلا الاضاءة دي ممكن تبقى في حاجات بسيطة كده مش حلوة، لكن يعني بالظبط نفس اضاءة السوفت ووكس اللي انت ممكن تشتريه، تمام. ونرجع لموضوعنا، الموضوع اللي انا جاي اتكلم فيه النهارده طبعا زي ما قلت لكم الاضاءه، فانا هسيب لك فيديو اسفل الفيديو من غير اختصار روابط من غير اي حاجه، تمام، عشان الناس اللي بتزعل، هسيب لك فيديو اسفل الفيديو اللي انا عملت منه الموضوع ده، بسيط جدا جدا جدا. كل اللي هتحتاجه كرتون، ورق كرتون عادي جدا، وهتحتاج طبعا الحاجتين اللي انا وريتهم لك، الورق الزبده والورق التاني اللي هو ورق الفويل اللي بيتحط على الاكل، لكن انت هتقول له انا عايز ورق فويل او اللي هو بالمتر، تمام، قوله متر او 2 متر، او انت تقريبا هتحتاج 10 متر، تمام، زي دي، تمام، دي 10 متر، مش عارف مكتوبة فين، تمام، لا دي 5 متر، في واحدة تانية جوه 10 متر. المهم ان الحاجة دي هي كبيرة جدا، فهتقدر انك تستخدمها صح يعني، وما تستخسرش في الفويل، لان الفويل ده مهم جدا جدا جدا، فانت هتجيب مثلا 2 5 متر او 1 10 متر عشان تقدر تستخدمها صح يعني. وطبعا هتحتاج لمبه، اللمبه اللي انت هتحتاجها لازم تكون متوسطه الحجم، مش متوسطه، تكون صغيره، تكون ليد، تمام، ليد اسمها ليد، تمام، لمبه ليد اللي عندنا في مصر مشهوره جدا، فينوس مشهوره، تورنيدو، بعض اللمبات كده، لكن انا استخدمت فينوس وانا شايف ان هي ممتازه جدا، تمام. ممكن سعرها يكون غالي شويه،
ولكن عادي جدا، يعني مش غالي جدا يعني، ولكن هي ممتازه جدا. تقريبا سعر اللمبه الواحده 50 جنيه، ولكن يعني سعرها ممتاز جدا بسبب ان هي برضو الوات بتاعها قليل جدا، فبيخلي ان الكهرباء ما بتجيش على المكان اللي انت فيه تكون عاليه جدا، بسبب انك لو قيت اللمبه دي لفتره طويله جدا يعني. طيب دلوقتي انا هوريك السيت اب، او هوريك الاضاءه، وهوريك الموبايل اللي انا بصور بيه اللي هو النوت 3، وهوريك كل حاجه دلوقتي بالموبايل بتاعي. خليك معايا. طيب كده زي ما انتم شايفين، ادي الموبايل اللي انا بصور بيه زي ما انتم شايفين، ده النوت 3، وادي الاضاءه الاولى زي ما انت شايف. طبعا بيعمل فوكس على الاضاءه فبيقلل طبعا، بيركز على الاضاءه. وادي الاضاءه الثانيه، وادي شباك هنستخدمه بعد شويه، ولكن ادي الاضاءه، وادي الاضاءه الثانيه، وادي اللمبه الثالثه اللي انا قلت لكم عليها، وادي الموبايل اللي بصور بيه. طبعا ده الميكروفون، تمام زي ما انتم شايفين ده الميكروفون. فالموضوع سهل جدا يا جماعه، خليه بس كده نلف الاضاءه ونشوفها من ورا، ونشوف السيت اب من ورا عامل ازاي. ثانيه واحده عشان بس الكوبايه، تمام زي ما انت ملاحظ اضاءه ممتازه جدا 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 زي ما انت شايف. كان الإضاءة أفضل من كده بكتير، لو أنت مركز بس شوية هتلاقي الإضاءة أفضل من كده بكتير، لكن الموبايل بس تلاقيه بيلخبط في الألوان، بس الإضاءة ممتازة جدا جدا جدا. كل اللي أنا استخدمته في الإضاءة دي هو الكرتون ورق الفويل، وهسيب لك الفيديو بالتفصيل يعني بيشرح لك كل حاجة. الكرتون ورق الفويل وورق الزبدة زي ما أنت شايف، بيخلي الإضاءة سوفت جدا، بيخليها سوفت جدا جدا جدا. طبعا دي إضافة من مامتي يعني، شكلها جميل، جميلة جدا، إضاءة روعة، مش هتحس بأي فرق، هتحس إنك عندك سوفت بوكس بالظبط. ما بقولكش إنت لو معاك فلوس تشتري سوفت بوكس أكيد هتشتريه، ولكن دي حاجة تمشي الحال. زي ما أنت شايف الإضاءة حتى على الشباك ممتازة جدا، زي ما أنت ملاحظ ده بيبين لك حتى إن الإضاءة قوية جدا، تمام يا شباب. فأتمنى الإضاءة دي تعجبكم، وأتمنى إنكم تستخدموها دايما، إن هي ممتازة جدا 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 وعن تجربة. نرجع تاني بقى للسيت أب بتاعتنا. طيب تعالى دلوقتي نتكلم بقى عن بعض النصايح عشان تفهم الاضاءه صح، تمام، عشان ما تتلخبطش وما تتخمس زي ما انا اتلخبطت. لو انت ركزت على وشي دلوقتي هتلاقي هنا في الحته دي، في الحته دي كده في اضاءه على وشي، مش اضاءه، في لون على وشي، في حاجه بيضه كده على وشي، تمام، دي مبوظه شكلي. هي طبعا مش مؤثره بشكل كبير جدا، ولكن برضو ممكن تخلي الشكل سيء حبه، تمام. دي المشكله بسبب ايه؟ بسبب الاضاءه مش نازلة عليا، الإضاءة جاية في وشي كده مش نازلة، الإضاءة لازم تكون نازلة عليك، تمام، نازلة عليك كده من فوق، نازلة من فوق عليك، والإضاءة هنا نازلة من فوق. ده طبعا لو رحت أي استوديو، لو رحت أي حد محترف، هتلاقي إن السوفت بوكس بينزل عليه كده من فوق، مش بيبقى في وشه. لو بقى في وشك بالذات لو هو جنب الكاميرا، بيبقى زي ما أنت شايف الحتة دي كده بتبقى فيها لون أبيض، بتبقى فيه انعكاس للضوء من الحتة دي. فدي طبعا مشكلة كبيرة جدا، في ناس كتير من المحترفين في المونتاج بيعرفوا يشيلوها، ولكن للأسف أنا لسه ما وصلتش للمرحلة دي يعني. النقطة التانية اللي أنا عايز أتكلم فيها برضو النهاردة، إن يا جماعة الإضاءة شيء مهم جدا جدا جدا، الإضاءة هو اللي هيفرق تليفون عن كاميرا دي اس ال ار، كاميرا 700 دي، كاميرا 650 دي، والحاجات اللي أنتوا بتسمعوا عنها كانون ونيكون والكلام ده كله والسوني والحاجات دي كلها، ده اللي بيفرق كاميرا عن كاميرا هو الاضاءه. يعني انت لو جبت مثلا كاميرا كانون تكون كويسه جدا وما عملتش اضاءه كويسه، هتلاقي الصوره مش حلوه، اكيد اكيد مش هتلاقي الصوره حلوه. فالموضوع بيفرق جدا في الاضاءه، تمام، بالذات ده نوت 3. تخيل لو كان نوت 4 مثلا، نوت 4 بيصور 4K، تخيل نوت 4 بيصور 4K، النوت 5 بيصور 4K. جبنا تليفون افضل شويه، جبنا ايفون 6 بلس، ايفون 7، ايفون 7 بلس. لو تلاحظوا الايفون 7 يا جماعه الايام دي، لو حد يعني شاف الايفون 7 او معاه ايفون 7 هتلاقيه بيصور ببورتري مود، يعني خليك انت عازلك عن الخلفيه بشكل مش طبيعي، بشكل افضل من كاميرات الكانون كمان، تمام. فما تستقلش ابدا بموبايلك، ما تستقلش ابدا بالحاجات دي. انا موبايلي بيصور بجوده ممكن افضل من دي، بيصور 4K وبيصور بجوده جميله جدا، ولكن انا اللي استخدمت النوت 3 بسبب انه بيقبل المايك الخارجي، تمام. الموبايل بتاعي ما قبلش المايك الخارجي، كان نفسي جدا اصور بيه ولكن للاسف ما كانش بيقبل المايك الخارجي. اللي بيقبل المايك الخارجي هو النوت 3 وموبايلات سامسونج كلها تقريبا، تمام، او سلسله النوت من موبايلات السامسونج. تالت نصيحه لازم تفهمها، لازم يكون في اضاءه للخلفيه بتاعتك. لو في مساحه انك تحط اضاءه ورا الخلفيه دي مهمه جدا. دي بتخليك تعمل ايه؟ بتخليك تشيل النويز اللي هنا اللي انت شايفها حالا دي، دي بتخليك تشيلها. لو عملت اضاءه في الخلفيه بتخليك تقدر تشيل النويز اللي هنا واللي هنا. الموضوع انا عارف برضو ممكن يبان غريب شويه انك تعمل اضاءه ورا الخلفيه، ولكن دي موجوده
وموجوده كتير جدا كمان انك تعمل اضاءه ورا خلفيه. اصلا الخلفيه دي موجوده ليه او معموله ليه؟ معموله عشان تعلقها على حاجه، اللي هو تعلقها مثلا على حامل الخلفيه نفسه. في حامل بيجي مع الخلفيه، ولكن الخلفيه اللي انا اشتريتها دي ما بيجيش معاها حامل، لان الحامل لوحده تقريبا ب 200 جنيه، يعني الخلفيه بالحامل هيبقى ب 400، الخلفيه دي 200، تمام؟ فانت المفروض بتعلقها على الحامل، تمام، وبتحط وراها لمبه او بتحط وراها اي اضاءه. تالي اللمبه هتكفي، يعني لو حطيت لمبه وراها هتكفي. فاللمبه دي بتعمل لك انت اولا بتعمل لك اضاءه خلفيه، ثانيا بتضيء المكان اكتر، وتالت حاجه انت طبعا هيكون عندك اتنين في القدام، فيكون هنا نازل عليك كده من قدام، فتكون جايبه وشك كله، وتكون كمان جايبه الخلفيه، فتكون ممتازه جدا جدا جدا. مش هتحس باي فرق، ولا انك بتصور بكاميرا موبايل مش هتحس باي فرق ابدا، تمام. ولكن كل اللي انت محتاجه انك تحط اضاءه ورا الخلفيه عشان تشيل النويز دي، او انت تكون مبدع بقى في المونتاج وتشيل الخلفيه خالص من المونتاج، تشيل الخلفيه خالص بشكل نهائي يعني، وتحط اي خلفيه سوداء او خضراء او اي حاجه انت عايزها. وبس كده اللي كنت عايز اقوله في الفيديو ده. اتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب القناه بالزر الاحمر اسفل الفيديو. اتمنى انك تعمل سبسكرايب بسبب ان احنا نوصل ل 5000 مشترك في اقرب وقت باذن الله. احنا تقريبا عندنا دلوقتي 4900، يعني استنى 100 بس عشان نوصل ل 5000 مشترك. اتمنى ان احنا نوصل لهم على طول النهارده او بكره بالكتير. كان معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك. اتمنى مره تانية عجبك الفيديو تعمل لايك، اللايك بيساعد جدا يا جماعه على فكره، بيخلي الفيديو يوصل للناس اكتر. فمن غير ما تعمل شير اعمل لايك، هيساعدني جدا. شوف الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.